دايما احنا كده في صباح الخير يا مصر متعودين ان احنا يعني نسلط الضوء اكتر على القصص اللي فيها كفاح، على القصص اللي فيها تحدي. دلوقتي معانا حدوته مصريه، لان دايما القصص من النوع ده بتكون ملهمه. القصه دي بطلها الشاب محمد ربيع، صانع العطور كفيف لكنه ضرب مثال في الاجتهاد. خلينا نشوف قصته ونرجع لحضراتكم مره تانية. اتجهت الأدوية زي أي شاب عايز يشتغل شغلانة كويسة مرتبها كويس، وفعلا قد كان وصلت فيها. تدرجت من مندوب لمشرف لسوبرفايزور لمدير منطقة، بعد كده لمدير مكتب لفترة من الزمن. من 2007 لما حصل عندي مضاعفات في الرؤية كنت بسوق العربية، ففوجئت إن أنا في حروف مش بشوفها خالص في اليافطة. لما بغمض عيني اليمين الشمال مش جايب الحروف. فلما بدأنا نكشف على ما جيت أعرف أنا فين وإيه وأعمل إيه، فقدت عيني الشمال تماما. فضلنا طبعا نتحدى ونيجي على نفسنا ونكمل عشان الالتزامات اللي معانا والمسؤوليات، وفي بيت عندي مفتوح. من 2007 لما اكتشفت لغاية 2014، 7 سنين. طبعا كان التعب اخد معظم صحتي واخد معظم نظري بعد العين الشمال، برضو اخد من اليمين. حبينا نعمل شيفت كارير، ما لقيت مفيش غير التدريس. بدأت ادرس سنتين بس انا برضو عايز احط بصمة تبقى مختلفة شوية، فقلت احتسب جيل يبقى في ميزاني اللي هو اعلمه فن تنظيم السلوك. طيب هنعمل ايه؟ مفيش عندي برضو جهد ان انا هحكي مع حد. فقلنا طيب ممكن نرجع للعطور، لان انا كنت دارسها في الكليه ما بين ثالثه ورابعه، واشتغلت فيها شويه قبل ما ابدا في مجال الادويه. بدانا البدايه التقليديه برضو اللي هو الكحول العادي اللي الكل بيشتغل بيه ومكسبه كويس وبيقضي الغرض، واحنا هنا برضو في منطقة شوية مش مدينة، فكانت كل حاجة تمام. موضوع البرفان قلنا أنا قافل دنيتي لأن أنا مختار منطقة الأمانة شوية، ماليش حد يستفزني، ماليش الزعل، مش قدرة على الشغل طبعا مش موجودة، فأنا مش هقول يعني اخترت حاجة طلع فيها طاقتي بقى. ما كانش أفضل من موضوع العطور، لكن الحمد لله اللي بياخد حاجة يعني بيقول لي للتاني، أنا مش مستني هو يقول لي، أنا كده كده محافظ على سمعتي زي ما هي. زي ما تابعنا مع حضراتكم قصة محمد ربيع، الحقيقة أنه قصة محمد تخلينا نبص كده لحياتنا كلها، هنكتشف أنه كلنا بنتعرض لابتلاءات، لكن إزاي نقدر نتعامل مع المواقف الصعبة اللي احنا بنمر بيها. كل ده بيبقى من خلال تفكيرنا احنا إزاي بنتعامل مع يمكن الاختبارات اللي احنا بنعدي بيها، المواقف اللي احنا بنعدي بيها. كان ممكن واحد زي محمد يقعد طول الوقت يشتكي من حظه ويشوف ان هو نصيبه في الدنيا مش احسن حاجه، وكان ممكن يعلق كل مشاكله على شماعه الظروف. هو اختار ان هو يرضى ويحمد ربنا وانه يلاقي طريق تاني، او يلاقي يحاول يخرج بمنحه من المحنه اللي تعرض ليها. دايما يا محمد او دايما يا شاذلي بنقول انه المشكله دايما بتبقى في طريقه تفكيرنا، في نظرتنا دايما للامور. صح. وانه الرضا حقيقي مش بس فكرة ان انت ترضى وتستسلم وتقعد عاجز او مش عارف تتصرف، لكن انما ترضى وتسعى وهتلاقي مخرج. محمد بيدينا كلنا درس الحياة طبعا. يعني هو محمد كان مبصر لحد 2007، ما كانش عنده اي مشاكل في الرؤية، لكن بيتعرض لظرف صحي للأسف بيفقد البصر، لكنه بيتذكر ان ربنا انعم عليه بنعم تانية كتير قوي يقدر يستخدمها، يقدر يستغلها ويقدر يحقق اللي هو محتاج يحققه، ويقدر ان هو فعلا ما يفضلش قاعد عاجز ما بيعملش اي حاجه، بيعتمد على الناس، ممكن يعتمد على ان حد يساعده في اي مكان، او حتى حد ممكن يساعده ماديا. الراجل قال انا فاتح بيت فلازم ان انا اتحرك عشان اصرف على بيتي. بعض الناس بيكون ما عندوش اي مشاكل ومعافى تماما، وعلى الرغم من ده بيكون قاعد ما بيفكرش في مستقبله، ما بيفكرش في حياته، ما بيفكرش في بيته. لكن هنا محمد
بيدينا كلنا درس. افتكر كل النعم اللي ربنا انعم عليه بيها، افتكر ان هو عنده ايدين وعنده رجلين وعنده عقل للتفكير وعنده قلب وعنده صحته كويسه، فقال ان هو يستغل كل هذه النعم اللي ربنا انعم عليه بيها وانه يعمل حاجه. وبالفعل والراجل نجح وما شاء الله وفاتح مشروع، واكيد الدماغ والعقليه اللي بتفكر بالشكل ده الراجل ده هيتوسع. فطبعا احنا بنوجه له كل التحيه وكل الشكر ليه طبعا على هذا الدرس. طبعا يعني ربنا يكرمه ويرزقه يا رب يا رب.